3000 طلب استثمار فلاحي في الجنوب سجلت على مستوى منصة ديوان تطوير الزراعة الصحراوية، وذلك في الفترة الممتدة ما بين نهاية 2022 ومطلع 2023. يرى المتابعون بأن هذا الرقم مرشح للارتفاع، وذلك في ظل توفر المورد المائي على وجه خاص بالصحرائية الشاسعة، إضافة للتحفيزات المقدمة التحفيزات المهمة المقدمة للراغبين في الاستثمار في هذا المجال. التوجه صوب الفلاحة الصحراوية على ما يبدو خيار يعول عليه كثيرا لضمان الأمن الغذائي، خاصة في ظل التطورات التي يشهدها العالم، ومع شح الأمطار الذي تشهده الهضاب والعليا وحتى المناطق الشمالية للوطن. فالمساحات المتوفرة تمتد على 230 ألف هكتار وضعت تحت تصرف المستثمرين العام الماضي، إضافة إلى 220 ألف هكتار هذه السنة، وما بين 70 إلى 80 قنطارا للهكتار الواحد. كانت النتائج التي مكنت الفلاحين من التفاؤل خيرا بالزراعة الصحراوية، خاصة فيما يتعلق بزراعة الحبوب وذلك في المناطق الصحراوية. للحديث أكثر حول هذا الموضوع مشاهدينا، دعونا نربط الاتصال عبر الهاتف بالسيد الحاج علالي الأمين الوطني للإعلام بالاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين. مساء الخير وجمعة مباركة أستاذ علالي. مساء الخير سيدتي وجمعة مباركة. شكرا جزيلا لك. ما الذي يمثله بداية هذا الرقم 3000 طلب للاستثمار في المناطق الصحراوية للوطن؟ كيف ترى هذا الرقم؟ ما تفسيره؟ تفضل. أولا شكرا على الاستضافة سيدتي. أولا هذا الرقم يعطي إشارة جد إيجابية فيما يخص المستثمرين الجزائريين اللي راي عندهم رغبه، واصحاب بعض رؤوس الاموال اللي عندهم رغبه للاستثمار في القطاع الزراعي، اللي اليوم بحكم التحولات الاقتصاديه وبحكم التحولات الجيوسياسيه عالميا اصبح الاستثمار الفلاحي في الجزائر هو العنصر الاساسي المحرك للاقتصاد الوطني. زياده على هذا، الدراسه لهذا الناس الاخوه اللي راكي تفضلتي سيدتي حوالي 3000 طالب، هذا الناس اللي قدموا الطلبات بتاعهم هم على درايه كامله بالدراسه التقنيه والماليه من ناحيه اهميه المشاريع والديمومه نتاعهم فيما يخص الاستثمارات المستقبليه. طيب ما الذي تمنحه الزراعة الصحراوية؟ الاستثمار في المناطق الصحراوية ما الذي يعود به على المستثمرين بصفة خاصة؟ وما الذي بإمكانه أن يحقق في ظل ما هو متواجد متوفر من معطيات بالنسبة للاقتصاد الوطني، تحديدا تحقيق الأمن الغذائي والاعتماد على الزراعة المحلية والمنتجات المحلية، وهو المسعى الذي تسعى الحكومة لتحقيقه؟ تفضل. شوفي سيدتي الفاضلة، عندما نتكلم الإرادة السياسية والتحول الخطاب السياسي فيما يخص في الشطر الاقتصادي للدولة الجزائرية والحكومة الجزائرية، اليوم كاين تحول جذري وهو التوجه نحو لا ديفرسيفيكاسيون كما نقولوا باللغة العربية، تنوع مداخل الجزائر خارج المحروقات. نعم. لأنه المحروقات اليوم يجي اليوم اللي تزول. زيادة على هذا سيدتي الفاضلة، نتيجة التحولات الجيوستراتيجية في العالم والتحولات المناخية أصبحت اليوم المواد الغذائية سلاح أخطر من البترول وأخطر من الأسلحة النووية وأخطر من الأسلحة الفتاكة. نظرا لهذا المواد الغذائية أصبحت اليوم سلاح في يد بعض الدول اللي عندها المواد الغذائيه وتضغط على الدول اللي ما عندهاش المواد الغذائيه. اذا اليوم استراتيجيه تاع الجزائر، وهي اللي رانا شفناها المخرجات تاع الجلسات الوطنيه اللي كانت تكلمها خارطه الطريق اللي طاها السيد رئيس الجمهوريه، وهو عندما نقول التحول الى الجنوب الجزائري، لانه الجنوب الجزائري او الهضاب العليا يتوفر على عده شروط اساسيه لانجاح المبتغى. اولا كان اراضي شاسعه، ثانيا كاين المياه
اليوم ما دام العنصرين هذا زوج عناصر اساسيه في الاقتصاد وهو الاراضي الشاسعه وجود مياه جوفيه، هنا دخلت الدوله بكل قوه باش دارت دي بيريمتر اميناجي يعني محيطات مهيئه. اليوم الدوله المهام نتاعها الاوليه وهو توفير البنيه التحتيه وهي الاساسيه في هذه المحيطات. نعطيك مثال الكهرباء، عندما تكون الكهرباء الفلاحيه في هذه المحيطات فالمستثمرين اليوم عندما حطوا الطلبات تاعهم فهما ملزمين بعده شروط اساسيه، التقيد بدفتر الشروط اللي هذه الزراعات الاستراتيجيه اللي الدوله تدخل بعض توفير بعض الامور كالمياه وكالكهرباء الفلاحيه، واليوم تطلب من هذا المستثمرين توفير المواد الاستراتيجيه اللي يتحقها الشعب الجزائري. نعطيك مثال سيداتي، القمح الصلب، القمح اللين، الذره والشاعير، هذه المواد كي نتكلموا عليهم ونديروا الحساب نتاعهم ونعطوا لهم القيمه الماليه تاعهم هما اللي راهم ينخروا في الخزينه العموميه بالعمله الصعبه باش نوفرهم للشعب تاعنا. ولكن الدراسه الموضوعيه والدراسه التقنيه والمهنيه تقول نحن في استطاعتنا باش نوفروا هذه المنتوجات نتاعنا في بلادنا ونسمحوا في غنى عن الاستيراد نتاعها. طيب طيب استاذ جلالي، طيب استاذ جلالي، هل هذه المنتجات فقط ما يمكن أن توفره هو الزراعة الصحراوية أم يمكن ربما إنتاج أمور أخرى وبالتالي الحد من فاتورة الاستيراد في مواد أخرى؟ لا لا، كاين منتوجات أخرى. أنا عندما نتكلم لك على السيداتي الفاضلة الإخوة التقنيين الدراسات التقنية، عندما نتكلم لك على الحبوب ونتكلم لك على الشعير ونتكلم لك على الذرة، عندما نتكلم على الدورة الزراعية هذا العام نديرها قمح العام الآخر تندير الخضروات، لأنه كاين وسائل كاين الشروط، كاين الماء وكاين الكهرباء وكاين العنصر البشري. اذا العام اللي ديريها حبوب ديريها حبوب، العام الاخر عوض اللي نخليها بور نديروها خضروات. اذا هذه المناطق سيداتي حتى نقدروا نديروها تكون فيها الاعلاف الى تربيه الابقار وانتاج الحليب، لانه المواد يعني الشروط الاساسيه للانتاج موجوده وهو الماء والاراضي الخصبه. طيب هناك شروط اساسيه متوفره، هل هناك نقائص استاذ جعلالي؟ شوفي سيدتي اليوم راهي متوقفه على الناس اللي راهم حوالي 3000 اللي حطت الملفات نتاعها، اليوم راهي متوفقه أما الامور تتوقف على لابد من اخذ، وانا نظن باللي الحكومه رايحه بكل صرامه تعطي للناس هذو الاراضي عن طريق دراسات، ولكن اليوم المتابعه نتاع تطبيق البرامج لي بلون دو بيزنس كما يقولوا الاخوه الاقتصاديين المخططات الاستثماريه لابد ان تحترم وتحترم المواد الاستراتيجيه اللي مذكوره في ديكاي تشارج. هنايا لابد من احترام كل مستثمر فلاحي يحترم هذا المخطط الاستثماري نتاعو، لانه هو اللي راهو رايح يحطوا بكل اريحيه وبكل قناعه وهو اللي راح يطبقه، ولكن السلطات المختصه اللي راح تمنح له هذا المشروع راح تعطيه له حسب لو بلون دو بيزنس حسب المخطط الاستثماري اللي يحطه هو. طيب ما بدا امكانيه دمج اليد العامله من هذه المناطق استاذ جعلالي وبالتالي الاستفاده من امرين، استثمارات تعود بالفائده على طبعا المستثمر والوطن برمته، ولكن حتى هذه المناطق حتى يستفيد منها سكان هذه المناطق على وجه خاص. شوفي انا نقول لك باللي راكي رحتي للشق جد وهام، اليوم هذه المشاريع ان شاء الله بربي تتحقق راهي رايحه ما تروحش غير للمناطق تاع اخواننا اللي يسكنوا في الجنوب، حتى الاطارات الكفأه اللي راهي في القطاع الزراعي تخرجت راهي رايحه تصيب المكان، لانه من المستحيلات رايحين نروحوا للزراعه في المناطق الصحراويه وفي المناطق يعني الزراعات الاستراتيجيه بدون ما يكون عندك عنصر بشري في مؤهل من المؤهلين. اذا كنا في الزراعه تاع الحبوب كاين خبراء ولازم هذا المستثمرين يكونوا عندهم السند تاعهم هما المهندسين المختصين في الحبوب، الى رحنا للخضروات كذلك، الى رحنا للانتاج الحيواني كذلك، اذا كاين اطارات كبيره رايحه تتوجه الى المناطق الجنوبيه في هذه المشاريع. مستحيل حتى الاطارات اللي عندها قدره في التسيير
تفسير الموارد الماليه رايحه، لانه اليوم بها نقولوها للاخواننا المواطنين، اليوم القطاع الزراعي وهذه المستثمرات ما همش رايحين يسموهم مستثمرات فلاحيه، راهم رايحين يسموهم مؤسسات فلاحيه، لانه المؤسسه عندهم كل الطابع تاع المؤسسه. سيدي سونت البريز اغريكول. شكرا جزيلا لك الحاج علالي الامين الوطني للاعلام بالاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، كنت معنا عبر الهاتف، نشكرك. بارك الله فيك سيدك، شكرا. وفيكم بارك الله.